مشاهدينا، حلقة جديدة من هنا ليبيا، أهلا بكم. هزة أرضية أقوى من سابقاتها تضرب المرج. تراجع مياه البحر في شواطئ بنغازي. المعرض الثاني للصنع في الجزائر بطرابلس. أعلنت إذاعة المرج المحلية صباح اليوم الجمعة عن حدوث هزة أرضية أقوى من سابقاتها ضربت المدينة عند الساعة 10:30 صباحا. هذا وقد شعر سكان المدينة على مدار الأيام الماضية بعدة هزات لم تسجل أي إصابات، كما تم الإعلان عن تشكيل غرفة طوارئ مختصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الهزات الأرضية. وعن آخر المستجدات حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من مدينة المرج محمد الحاسي. سيد محمد، دعنا في صورة ما حدث وما هي الإجراءات التي اتخذت من أجل تفادي وقوع كوارث بشرية. نعم، ما حدث في مدينة المرج خلال الأسبوع الماضي 4 هزات أرضية أصابت هذه المدينة. الكل تنادى من مواطني هذه المدينة وجميع قطاعات المدينة وعميد الرئيسية، تنادوا كل الحكومات الموجودة الآن شرقا وغربا، تنادوا بحكومة الوحدة الوطنية واستقبال، وكان في استقبالهم وزير الحكم المحلي استقبل عميد البلدية في طرابلس للنظر عن كيفية التصدي لهذه الكارثه اللي حدثت. كانت استجابه كبيره جدا من قبل وزاره الحكم المحلي، ثم تم تشكيل لجنه طوارئ خاصه بهذه المحنه برئاسه الاستاذ. نعم محمد، يبدو لي ان الصوت ليس جيد حاليا، فشكرا لك محمد الحاسي، كنت معنا من مدينه المرج، شكرا. تفاجأ سكان مدينة بنغازي بتراجع مياه البحر بالمدينة في ظاهرة تعد غير مسبوقة للسكان، وبحسب الخبراء فإن هذه الحالة تأتي بسبب المد والجزر، وهي ظاهرة طبيعية تحدث لمياه المحيطات والبحار. فمرحلة المد يحدث فيها ارتفاع وقتي تدرجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، ومرحلة الجزر يحدث فيها انخفاض وقتي تدرجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، وتنجم هذه الظاهرة عن التأثيرات المجتمعة لقوى جاذبية القمر والشمس وحركة دوران الأرض التي تولد بعض القوى الطاردة المركزية عند خط الاستواء. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عضو مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته عبد الرحمن المقريف. مرحبا بك سيد عبد الرحمن. أولا، هل هذه الظاهرة تشكل أي خطر على سواحل المدينة؟ وكم من الوقت تستغرق لتعود لشكلها الطبيعي؟ أهلا بكم وشكرا لكم على حسن الاستضافة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد من الزلازل والكوارث. بالنسبة لهذه الظاهرة، هي ظاهرة طبيعية جدا، هي المد والجزر نتيجة اقتران الشمس أو القمر بالكرة الأرضية. نعم. وما عندهاش أي يعني تأثير على السواحل، إنما هي ظاهرة طبيعية تحدث من كل فترة إلى فترة. نعم. نعم. تفضل. طيب بس نبي نسألك، هل هناك مخاطر على الصيادين خلال هذه الفترة؟ الأنشطة الزلزالية في ليبيا تعتبر إلى حد ما صغيرة نسبيا، لكن مع ذلك تم توثيق العديد من الزلازل التي تزيد قوتها عن 5 في مقياس ريختر مختلفة من بلاد. نعم. وفقا لتقرير نشرته منظمة الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها في 19 أغسطس 2020، نشر في هذا التقرير معلومة مفادة أن هناك فرصة بنسبة 2% لحدوث زلازل على الساحل الليبي. فبالنسبة لظاهرة المد والجزر، هذه ظاهرة طبيعية، لكن حدوث الزلازل يحدث نتيجة اصطدام الصفيحة الأفريقية بالصفيحة الأوراسية.
واغلب الساحل الليبي اللي هو يكون نتيجه وجوده على مقدمه الصفيحه الافريقيه فيصطدم بالصفيحه الاوروبيه وينتج عن ذلك موجات زلزاليه. ومع ذلك تعتبر ليبيا بعيده الى حد ما من مواقع الاصطدام التكتوني او الصفائح التكتونيه. نعم. نعم. طيب هل هناك نصائح خلال هذه الفترة حتى يعني لو قلت إن الوضع لا يؤثر كثيرا يعني على المواطنين أو ربما الصيادين أيضا، بس هل فيه نصائح في هذه الفترة لتجنب وقوع أي مشاكل حتى ولو كانت يعني غير كبيرة؟ هو في مفهومين مغلوطين، يعني في عندي حاجة اسمها زلزال وعندي حاجة اسمها تسونامي. نسبة حدوث الزلزال كما ذكرت سابقا إن في ليبيا حيكون نسبة 2% وتعتبر نسبة إلى حد ما ضئيلة. وتكون الزلازل يعني على كافة مناطق الساحل خصوصا في المناطق شرق الجبل الأخضر هي المرج وما حولها ومناطق الغرب الليبي المتمثلة في زليتن والخمس ومصراتة. فالمنطقتين هذين يعتبران أكثر الأماكن عرضة للزلازل نتيجة وجود صدوع في الطبقات الأرضية. عند تحرك الصفيحة الأفريقية نحو الصفيحة الأوراسية فحيحدث عندي مجموعة من الموجات الزلزالية تؤثر على الساحل الليبي، لكن بشكل خاص حيكون التأثير أكثر على منطقة الجبل الأخضر خصوصا في المرج وما حوله ومنطقة الغرب الليبي خصوصا في منطقة اسمها الكداحية بجوار غرب سرت. طيب بما أن بالنسبة نعم عدنا للمقاطعة أكمل أستاذ. أما بالنسبة لحدوث تسونامي في ليبيا فمن نفس التقرير لهذه المنظمة الذي نشر في 19 أغسطس 2020 منظمة الصندوق العالمي لحد من الكبار الداخلين وهي منظمة تديرها البنك الدولي والعديد من المنظمات الأخرى فذكروا أن نسبة حدوث التسونامي في ليبيا يصلت إلى 10% يعني أكثر من نسبة حدوث الزلزال. والسبب في ذلك ذكروا أن بعد 50 سنة أو 60 سنة بسبب الاحتباس الحراري حيرتفع مستوى المياه البحر من 30 سنتي الى حوالي 1 متر. نعم. ونحن نعرف ان التسونامي يحدث السبب بتاعه نتيجه حدوث زلزال في هذه المياه يعني سواء كان بحر او محيط، الزلزال حيكون في وسط الميه. نعم. فبعد يحدث زلزال هنا حيسبب في ارتفاع الموجات وهذه الموجات وفقا لهذه المنظمه انها حتغرق كافه الساحل الليبي، فبالتالي حيكون لها خطر على الصيادين. لكن تحديد الوقت الزمان والمكان فهذه لحد اليوم لا يوجد جهاز او تكنولوجيا تحدد وقت حدوث الزلزال، انما يمكن تحديث او تحديد مكان الزلزال، لكن وقت وزمان الزلزال فعند اليوم لا يوجد تكنولوجيا تقوم بالاليات. نعم. طيب هل تعتقد ان مدينه المرج بالذات او المدن التي تحاديها يعني جاهزه لاستقبال هذا النوع من انواع التسونامي، يعني بما ان الزلازل حتكون يعني نسبتها اقل وقوعها في هذه المنطقه؟ والله هو اغلب المدن الليبيه للاسف ما فيش بنيه تحتيه لمواجهه اي شيء من الكوارث، سواء كان ان زلزال او كان تسونامي. فيفترض ان الاماكن العرضه للزلازل دون غيرها ان يكون التصميم المباني تكون يعني مقاومه للزلازل، ان يكون مثلا على اضعف الايمان ان يكون مثلا مؤسسات الحكوميه مثلا زي المدارس زي المراكز الصحيه زي مراكز المطاري زي الطوارئ مراكز الشرطه فمراكز الحيويه على ضعف الايمان انها تكون مصممه بطريقه معينه لمواجهه الزلازل والكوارث. كذلك يكون في جهاز يسمى باداره الكوارث، يعني يتبع مفروض هيئه السلامه الوطنيه يعلموهم او يدربوهم كيف يتعاملوا عند حدوث هذه الكوارث، كيف يتعاملوا عند حدوث الزلازل. نعم. فهذه يعني ابسط الاشياء يمكن ان يتم اتخاذها، لكن نحن لو قلنا ان مثلا نفرض على المواطنين انهم كلهم يصمم البيت بتاعه وفقا لتصميم معين بحيث يواجه الزلزال او يواجه التسونامي فهذا صعب شوي، لكن على الاقل
ان المؤسسات الحكوميه زي مثلا مدارس زي المستشفيات زي غيرها هذين يتم تصميما بحيث انهم يواجهن اي مشكل قد تعرض لها المدينه. نعم. نعم، عضو مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاتها عبد الرحيم مجريف كنت معنا، شكرا لك. أقامت الكشافة البحرية بنغازي سباقها البحري الأول لهذا العام، وذلك بمشاركة 25 متسابقا بعد 4 جولات قادة وكشافين عزموا الهمة على إقامة سباق بالاشتراطات الدولية للسباقات وقانون منع التصادم البحري وبآلية احتساب للنقاط ضمن عدة جولات، وذلك ضمن خطة الكشافة البحرية بنغازي هذا العام على تضمين السباقات البحرية ضمن التربية الكشفية في التنافس الشريف والعمل الجماعي المنظم. طبعا في البدايه من ضمن المنهج السنوي اللي فزنا مع الحلقه البحريه مفوضيه بنغازي هي القيام بسلسله من السباقات البحريه، الغرض منها تمكين الكشافين الشباب من قياده القارب الشراعي بمشاركات ان شاء الله بالمنهج الدوليه والخارجيه، وتمكين الاجهزه القياديه من اداره سباق وتنظيم السباقات سواء كان محليه او دوليه. مشاركين طبعا نحن 5 فرق كشفيه، خذينا 5 كشافين 5 مسابقين من كل فرقة، يعني 5 فرقان كل فريق فيه 5 رياضيين ومدرب، يعني 5 كشافين ومدرب، ولكن السباق دايرين سباق طابع رسمي باش يتعود الكشاف على نمط السباقات المحلية والدولية إن شاء الله بإذن الله. النشاط إن شاء الله اليوم حيكون بداية أولى انطلاقة السباقات البحرية بالستاندر الدولي المعتمد سواء في الاتحاد العام أو في الاتحادات الدولية. الهدف من البرنامج أن يكون ندخل الكشافين خصوصا الكشافين الدرجة الأولى في رتم السباقات والمشاركات سواء كان على مستوى الاتحادات الفرعية أو على مستوى الاتحاد العام. نتمنى أن يكون السباق في المستوى والتنظيم يكون في المستوى بحيث أن الاستفادة تعم على جميع الكشافين وعلى باقي المفوضيات إن شاء الله. وينضم إلينا مراسلنا من مدينة المرج محمد الحاسي. أهلا بك محمد. نعم أهلا بك من جديد مدريم، أهلا بكل مشاهدين. أهلا بك، عدنا مرة أخرى لحدثني أكثر على وضع الهزة الأرضية هناك في مدينة المرج. نعم طبعا الأسبوع الماضي أو الأسبوع قبل الماضي 4 هزات هي أتت عن مدينة المرج. نعم. هزات خفيفة للمدينة، لكن ما يحدث في سوريا وتركيا هلع الناس وخوف الناس هو اللي زاد ارباكهم داخل المدينه، فالكل تنادى للمسؤولين داخل المدينه لوضع احتياجات اوليه او اسعافات اوليه، صيانه مستشفيات، امداد صحي، المدينه غير شاهده لا سمح الله ان حدث شيء، فهي غير يعني جاهزه للتصدي لهذه الكوارث البيئيه. فتم تواصل العميد عميد بلديه المرج مع حكومه الوحده الوطنيه مع وزاره الحكم المحلي، وبعد ذلك تم تشكيل لجنه طوارئ خاصه بالحكومه يترأسها السيد محمد الدرسي. محمد الدرسي طبعا اجتمع مع عميد البلديه وقرر ان يرسل قافله لمدينه المرج وان يقدم لها العون كيف ما نقدر نقوله الاحتياطي لاي طارئ يحدث داخل المدينه. بعد ذلك ايضا اجتمع مع رئيس او نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومه الليبيه السيد علي القطاحي وابدى استعداده لزياره مدينه المرج، وكانت الزياره يوم امس لمدينه المرج للسيد علي القطراني برفقته وزير الصحه الدكتور عثمان عبد الجليل، وطلعوا على احتياجات المدينه وما يستلزم المدينه من احتياجات. وفي نهايه هذا الاجتماع تقرر ان البدء سيكون هذا الأسبوع بإنشاء مستشفى ميداني يتسع ل 400 سرير، أيضا سيتم تزويد المدينة ب10 سيارات إسعاف في مستشفى المرج، أيضا صيانة مركز العزل داخل المدينة، أيضا دعم مستشفى المرج والمراكز الصحية بالمدينة، أيضا بالإضافة إلى تم زيارة هيئة السلامة الوطنية لدعمها بسيارات المطافي داخل هذه المدينه. هذا ما حدث يوم امس. اليوم في صباح الباكر اتت قافله كبيره جدا من مدينه طرابلس
كان يترأس السيد محمد الدرسي رئيس لجنة الطوارئ المكلف من قبل وزارة الحكومة المحلية بحكومة الوحدة الوطنية. زيارة كانت بدعم كامل من حكومة الوحدة الوطنية بسيارات إسعاف بإمداد طبي كامل متكامل. ايضا الزياره تم الاطلاع على كافه المرافق الصحيه بالمدينه وابدوا استعدادهم على جهوديه كامله. طبعا اجتماعات اللي خاضها عميد البلديه قبل هذه الاجتماعات تم تشكيل لجنه طوارئ داخل المدينه شكلها عميد بلديه المرج، يترأس هذه اللجنه مدير مديريه امن المرج السيد وهبي انور الرب، وايضا بعضويه كل من كشفت المرج وعضويه مستشفى المرج واداره الخدمات الصحيه المرج، وايضا بعضويات الشركة العامة للكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي، بالإضافة لقطاعات بالمدينة. هذه اللجنة هي مختصة لجنة الطوارئ هذا بالتنسيق والمتابعة داخل حدود مدينة المرج. وأيضا اجتماع أمس كان بحضور عميد البلدية والسيد علي القطراني ودكتور عثمان عبد الجليل والسيد عبد السلام الحاسي رئيس الرقابة الإدارية. نعم. طيب محمد، يعني هل لديك احد المسؤولين هناك او حد يعني ممكن يكلمنا او احد الخبراء هناك ممكن يعني يتحاور معنا اكثر؟ بالتاكيد نسرين، الوضع في المدينه الان هو الخوف، كل الخوف من اهالي مدينه المرج لحدوث اي شيء لا سمح الله. لكن حينضم معنا وحيكون معنا دكتور يونس العوامي مختص، مهندس مختص بالزلازل، حيكون معاكم في تواصل تام ان شاء الله. تفضل دكتور. اهلا بك استاذ يونس. اهلا دكتور يونس. دكتور، يعني ممكن تكلمنا اكثر يعني على الحال، الناس حاليا في حاله رعب يعني وفي قله شويه في المعلومات هناك حول الهزه وتبي تعرف الوضع اكثر، فكيف يعني ممكن انت تشرح لهم او التطمينات اللي ممكن تقدمها للناس او المعلومات ايضا؟ والله سجل من النوعيه البسيطه، حتى مسجلات سجل واحد من الاربعه هذين سجلته مش في منطقه المرج، لان المسجل الرصد زلازل في المرج عطلان. نعم عطلان، وفي ليبيا كلهم فينا 14 محطه كلنا عطلان. نعم سجلوا عن طريق المسجلات والرصاد خارج ليبيا في واكثر زلزال سجل في كريت، هذا الوحيد اللي تم اسقاطه على مدينه المرج في قوه نتاعها 3.2، العمق نتاعها كان 7 كيلومتر وهذا مده 3 ايام فاتت. الزلازل الباقيه كلها عاديه، وبعدين الارض مش ساكنه، كل يوم في زلازل، يوميا الطبيعه غير ساكنه، ففي كل يوم زلزال، يوميا اثنين ثلاثه، لكن بين شهر بين انسان. نعم. طيب نعم، اطمنهم يعني ما فيش هذيك الخوف والريبه في الموضوع، يعني لازم يعني يطمنوا الناس يعني. طيب بخصوص مركز الرصد الخاص يعني بالمنطقه، كيف يتعامل مع الموضوع وكيف يتابع اصلا في الموضوع؟ والله يتابعوا فيه حسب ما فهمت من صفحتهم، يعني ما نقدرش نقول لك ما عنديش اتصال بهم، لكن حسب ما فهمت صفحتهم هم يتعاملوا بالمحطات الرصد العالميه اللي برا. نعم. اللي في اوروبا. يتعاملوا معها ويدوروا في اسقاط على مدينه المرج. نعم، طيب نعم دكتور. المحطات بتاعهم اللي تبع المركز الليبي للشعر عن بعد وعلوم الفضاء اللي هو اداره الزلازل 14 محطه في ليبيا وقفت. نعم، طيب هل تتوقع انت حضرتك يعني كخبير جيولوجي يعني ومطلع على الوضع، هل في توقع لهزات يعني تكون كبيره في المدينه؟ المرج من 63 الزلزال اللي دمر المدينه القديمه من 63 ما فيهاش حدث زلزال اقل من 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 اكثر من 4.5، كلنا اقل من 4.5. ال 4.5 هذا يلا يشعر به الانسان اللي واعي اللي قاعد مقامز ونياته قاعد يشعر به، لكن اقل منه قليل، وين يعني ممكن اثنين ثلاثه اربعه واحد يشعر به واحد لا، اثنين جيران واحد يشعر به واحد لا. نعم. شعور بس، لكن هل هو مدمر ولا مؤثر ولا لا، ما فيش الان تو من 63 الان تو ما فيش اي زلزال قوي الا نعم الا شعور بي. نعم، مراسلنا من مدينة المرج محمد الحاسي كنت معنا، شكرا لك، والشكر ايضا موصول الى الدكتور والخبير الجيولوجي يونس العوامي. فاصل ونعود للمتابعة.
انطلق بطرابلس فعاليات الدورة الثانية لمعرض صنع في الجزائر الذي نظمته المنطقة الحرة بمصراتة، والذي أجريت فعالياته داخل معرض طرابلس الدولي. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير التالي. في نسخته الثانية انطلقت فعاليات معرض صنع في الجزائر الذي تنظمه المنطقة الحرة بمصراتة. هذا الحدث أجريت فعالياته على أراضي معرض طرابلس الدولي الذي يحمل داخل أساوره أكثر من 65 جناحاً للشركات الصناعية والخدمية الجزائرية في مختلف المجالات، لتعرف بخدماتها ومنتجاتها وتضع بين أيدي رجال الأعمال والمستثمرين فرصة بناء شركات مهمة وتبادل تجاري واسع النطاق. طبعا نحن قمنا بتنظيم معرض صنع في الجزائر. الافتتاح كان اليوم طبعا بتاريخ 8، حيمتد ان شاء الله الى تاريخ 11/2 ان شاء الله. طبعا حيكون يوم الجمعة الافتتاح بعد صلاة الظهر. طبعا المعرض شمل عدة شركات جزائرية من مختلف الصناعات، وهذه طبعا كانت النسخة الثانية للتنظيم المعرض، وكان معنا طبعا المنطقة الحرة مصراتة طبعا الشريك الاستراتيجي. وطبعا المعرض شمل عدة صناعات، والغاية من المعرض هي مشاركة الشركات الجزائرية مع الشركات الليبية. الهدف من هذا المعرض هو تعزيز التعاون ورفع المستوى التبادل الاقتصادي والتجاري بين شركات القطاع الخاص الليبية والجزائرية، وعرض الفرص الاستثمارية للبلدين وربط العلاقات بين الأسواق في البلدين. نحن كشركة ELB نعمل بشكل أساسي في تصميم تركيب وتصنيع وصلات زلزالية وفواصل زلزالية وصلات تمدد للأعمال الكبرى في البناء، وهذا في سوق الألومنيوم منذ 2011. نتمنى أن ننفذ مشاريع كثيرة كما نفذناها في الجزائر، كمشاريع نفذنا مشروع ملعب براقي، ملعب وهران بالجزائر، فنادق كثيرة وعمل بنايات كثيرة. سيقام على هامش المعرض صالون اقتصادي بمشاركة الإدارات والمكاتب التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وهيئة الإشراف على التأمين ومركز تنمية الصادرات التابع للوزارة، لمساعدة الشركات المشاركة على التواصل المباشر مع الوزارة والجهات التابعة لها لتسهيل الإجراءات والخدمات لصالح أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين. إسراء شكري، قناة دبليو تي في، طرابلس. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا أمسية طيبة، وإلى اللقاء.